ماشي بطيب شي شي كليلة ما تخممش برشا يا غالي ما فيها شي يا مدير تصلح راهو سالي بيانفيني في لين خسارة مع حمادي بربيشة في إذاعة راديو إي إف إم 100.6 100.6 بي عرفت اليوم كيفاش نظفوا بالله المسخ متاع شمينية ولا متاع فوق شتا كامل ودو ما تستعملوا في الشمينية وكان جيت عبد راي تشكيت وتكلمت وقلت لكم شو العزاء الرحمة لا يرحموني شوية أما هي جامد والرياكسيون الوحيدة اللي تعملها هي كونه باللارة يتمسخ ويكحق وبالطبيعة الوسخ بالسيف ما يتنحى وبالسيف ما ينظف مش كان هي بركة حتى من البلار بتاع الفور زيدة يكحق أما هيك عاد شتا وصيف يخدم يا حاسيلو باش نظفوه هذاك تحب لكم مصاريف زرقاء وبرودويات خاطر الشي لاصق وملكس في البلاره نتاعو تيلال الخساره مع حمادي بربيشه الحل موجود واو كيفاش نظفوا البلار المسخ نتاع الشيمينيه ولا نتاع الفوق يا جماعه شدوا عندكم تاخذوا شيفونه مبلوله شويه من الديه وتغطسوها في الصندر ولا الرمادي اللي عملته الشيمينيه واذا كان ما عندكمش شيمينيه وعندكم كان فور تاخذوا كانون تشعلوه وتعملوا فيه شويه بخور فيه وحاده حاسيلو تاخذوا كالشيفونه المغطسه في الرماد وتحكوا بها البلار المسخ والاكحل اوكي من بعد ما تكملوا من حكين البلار تمسحوه وتشلوه بالماء وتغسلوه عادي باهي وتو تشوفوا بعينيكم البلار رجع جديد ونظيف كيما شريتوه من الاول تقوش عليه توا والرؤية ماهيش منعدمة بالعكس ولات واضحة دي من الاخرة مريقل يلا لين الخسارة بتاع اليوم وفات ميرسي خاطر تبعتونا يدو ما في عصر جديدة مع حمادي بربيشة باي باي يا ماشي بطي شي شي كليلة ما تخممش برشا يا غالي ما فيها شي يا مدير تصلح راهو بي 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 ب